ونص لازم نحكيها بيها وبيها 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 كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها مو كل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال ولا كل من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمان والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة حط الساعد فوق الساعد صفق صف وما نتباعد يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد بس حط ايدك انت بدي بالنص ما نحكي هواي ما هي ولاد وانت ويا مثل الوطن احنا بايدينا وخيرك لما تكون جاي كلمه ونص حياكم الله مشاهدينا الكرام اهلا بكم كلمه ونص والبدايه من الموجز وزارة الإعمار والإسكان عين وإلى عين تطلع وزارة الإعمار والإسكان بدور مهم بتنفيذ البرنامج الحكومي وبرنامج كلمة ونص يضع جهود الوزارة التنفيذية تحت المجهر قبل أن تقر الموازنة قال وزير الإعمار والإسكان السيد بنكير ركان إن الوزارة راح تشهد أكبر موازنة إلها بالتاريخ ضمن البرنامج الحكومي وطبعاً هيش تصريح يبدد ما كانت تتعذر به الوزارة من إنجاز مهامها الموكلة إليها طيب نسأل هنا أولها مشاريع الخدمات طرق جسور بنى تحتية إلى آخره هسه نلاحظ عملياً مشاريع الطرق فك الاختناقات بأكثر من مكان بالعاصمة ومنتظرين إنجازها وإكمال التقييم خصوصاً وأن الطرق خصص إلها 400 مليار دينار بس على فكرة هذا الرقم وإن حسب السيد الوزير كبير لكنه صغير أمام عائدات ضرائب الطرق اللي تجبيها المرور والتي تعادل 5 أضعافه لكنها للأسف لا تذهب للوزارة إنما تؤخذ وارداً لوزارة المالية على كل إحنا نسأل هل سيتم إكمال مداخل بغداد؟ وين وصلنا بتوسعة الطرق؟ هل هناك تطوير للطرق السريعة؟ أين ذهبت مشاريع الإسكان؟ هل تلاشى مشروع دار اللي حلمنا به مع أحلام حكومة الكاظم اللي طارت في الهواء؟ ولماذا تلكأ المشروع؟ وليش عصب التلكؤ كله برأس وزارة الإعمار والإسكان؟ وهناك نقطة مهمة تتعلق بالمهمة التنفيذية للوزارة سابقاً كانت الوزارة هي من تخطط ومن تنفذ الآن الواقع المفروض أنها تخطط وتوكل أو توكل التنفيذ إلى إحالات لشركات أخرى خاصة وهنا يرى المراقب تداخل كبير بين مهمة الوزارة بالبناء ومهمة هيئة الاستثمار ما هي المشاريع أو مشاريع الوزارة بالإسكان المتوسط وإسكان الموظفين والمتعففين أم أننا سنستمر ببناء الدور والشقق التي لا يشتريها إلا الأغنياء ما هو مصير المشاريع المتلكئة وهي بالألف وفي جميع المحافظات كل هذا وغيره مسؤول عنا الآن وزارة الإعمار والإسكان انتظرونا بعد الفاصل الموص لازم نحكيها بيها وبيها 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 كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها مو كل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال ولا كل من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمان والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة حط الساعد فوق الساعد صفق صف وما نتباعد يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد بس حط ايدك انت بدي بالنص ما نحكي هواي هاي ولاد وانت ويا مثل الوطن احنا بايدينا وخيرك لما تكون جاي
حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم مره اخرى بكلمة ونص. ارحب بضيفي المتحدث باسم وزاره الاعمار والاسكان الاستاذ نبيل الصفار، حياك الله. الله محييك استاذ ياسر، كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك. اولا احب اني اشكرك بالبرنامج، يعني مثل ما وعدتني بالعلن انا اشكرك بالعلن. كنا نتحدث عن الطسه العظيمه اللي صارت بالمؤقته. نعم. تم اكمالها يعني في جسر الجادريه. نعم. وتم وضعها كشيء مؤقت يمكن 7 أشهر 6 أشهر، لكن احنا قلت لنا انه قلت لك لازم يخلونا فد علامه. نعم. ناسف لازعاجكم. نعم. احتراما للمواطن. ثاني يوم انا شفتها. نعم. فاحب اشكرك على ايصاله. وهو هذا مبتغانا، هو أكيد ما طبعا هو ما خلوا اللوحه بس لي. اكيد دور الاعلام هو مهم جدا يعني في تقويم وتصحيح بعض الامور اللي موجوده. بالعكس هذا شيء جيد يعني، واحنا ندعمه ونحترمه، واكيد يعني بعض الامور اللي قد تكون خافيه على المعنيين وعلى العاملين في المواقع والمشاريع، اكيد احنا حتى من خلال حضورنا يعني ممكن انه نصحح بعض الامور اللي موجوده ضروري. طيب، اكبر موازنه بالتاريخ، هذا ما قاله السيد لوزارة الإسكان والإعمار، هذا ما قاله السيد بن كيركاني وزير الإعمار والإسكان. زين، 400 مليار دينار للطرق، أين نقف الآن من تنفيذ البرنامج الحكومي؟ نعم، حقيقة البرنامج الحكومي يعني ضم ملفين من أهم الملفات الخاصة بخدمة المواطنين، وهو البرنامج أصلا يعني مكرس لتقديم الخدمة للمواطنين. ملفين مهمة مضى عليها سنين طويلة يعني لم يتم العمل بها. عندنا مشروع السكن ومشروع الازدحامات المرورية والاختناقات اللي موجودة اللي لم تشهد بغداد بصورة خاصة منذ سنوات طويلة. إنشاء جسور وطرق وأنفاق توازي العدد الهائل اللي موجود من السيارات. وكذلك بالنسبة إلى موضوع السكن والزيادة السكانية اللي دا تصير بالبلد، يعني العراق يشهد زيادة تقريبا 1 مليون نسمة كل سنة، وآخر إحصائية العراق 43 مليون. فأكيد المجمعات السكنية التي تبنى سواء المجمعات الاستثمارية الباهظة الأثمان اللي ما يستطيع المواطن أنه يقتنيها، أو المجمعات الاستثمارية اللي تبنيها وزارة الإعمار والإسكان وتوزع على الفئات المجتمعية، لكنها حقيقة نظرا للحاجة الكبيرة فهي ما تسد إلا جزء بسيط جدا. طيب. نعم. طيب، إذن البرنامج الحكومي ماضي. نعم. في هسه على الأقل موضوع فك الاختناقات، وهنا أنا أريد أسأل بما أنه طريقي وأمر عليه مو موضوع خاص، ولكن شفت يعني تم توجيه من السيد الوزير والسيد رئيس الوزراء بتوسعة ساحة النسور. نعم. ما تشوفون التوقيت راح يحرجكم، راح يسوي اختناق، خصوصا واحنا قبل بعد ايام قليله اقل من شهر نستأنف او نبدا العام الدراسي الجديد؟ لا، هو هسه شنو اللي اختلف يعني بالموضوع؟ يعني هي يعني الازدحامات كواقع حال هي موجوده يعني. نعم. في كل الاحوال يعني بس الطريق من يصير بيه اعمال صيانه، لكن ما مسدود الطريق يعني حاليا. الطريق هو سالك. احنا واحده من الشروط اللي تم فرضها على الشركات العامله في كل المشاريع وليس هذا المشروع فحسب. نعم. أنه ضرورة إيجاد طرق بديلة وعدم قطع الطريق بالكامل. هذا موضوع التقاطعات وموضوع إنشاء طرق جديدة أكيد إحنا نحتاج، لأن إحنا لو تركنا الموضوع أكثر راح يتفاقم أكثر. فهي أيضا واحدة من لقاءات سيد وزير وصفها هي مثل جرعة الدواء المر اللي إحنا لازم نأخذها، لأن إحنا يعني بعد مرور سنة أو سنة ونص إن شاء الله يعني راح تكون هذا بمعلم جديد، يعني حتى راح يضفي طابع حضاري ومدني لمدينة بغداد. فهو العمل لازم نسويه يعني احنا هو لازم نسويه. أنا أقصد ليش هذا التوقيت؟ ليش ما بدينا قبل شهرين ثلاثة؟ يعني هو مع أنه المشروع اللي طلق السيد رئيس. نعم. الوزراء البرنامج الحكومي اللي يخص الاختناقات طلق من كان العام الدراسي يعني بعد ماضي. هو بكل الأحوال أنت هو المشروع راح يطول يعني سنة ونص تقريبا أو أكثر، فأنت يعني في كل الأحوال هو راح يعني تدور عليه سنة كاملة. راح يسوي اختناق مزعج برأيك؟ لا، أنا أقول لك هو الاختناق يعني اختناق. هو كواقع حال هو موجود. أي ممكن أنه يعني يكون تضييق لبعض المسارات يعني خلي أقول لك اليوم الناس شايلة هم تدعي يوميا أنه جسر الجادرية يخلص، لأن قبل بداية الحمد لله خلص. لا ما انفتح. لا خلص إن شاء الله الجمعة باكر أو الجمعة ينفتح. لا كمل هذا إنه هذا لا كمل. أي هذا كمل. أي لا كمل يعني إحنا
يعني بس باقي تصلب الكونكريت بالجوينات. بالمناسبه هنا ترى كل سايد اربع جوينات وليس جوين جوين واحد. لا لا تم اليوم تم اكماله وسيفتتح ان شاء الله الجمعه صباحا ان شاء الله. الاسئله كثيره استاذ نبيل. خليني ابدا بال 400 مليار اللي تخصصت للوزاره، ومثل ما يعني اعطف على سؤالي الاول بانه اكبر ميزانيه بالتاريخ، ايش كنت تعطيني سقف زمني والمس هذا الموضوع؟ نعم. اشوفه بعيني. يعني هو مثل ما معروف انه هو كل مشروع له سقف زمني خاص به. اذا ما جينا على مشاريع فك الاختناقات واللي هي الاهم واللي هي تحظى باهتمام كبير من رئيس الوزراء ومتابعه شخصيه من وزير الاعمار والاسكان، احنا كل المشاريع هاي حطينا لها سقف زمني يتراوح ما بين 9 الى 18 شهر. جيد. عدا ساحه النسور يعني 550 يوم اللي هي ايضا يعني 18 شهر وممكن 10 ايام. زين. اي وكلها يعني بدينا بها احنا. وبالمناسبه احنا دا تشوف احنا هسه دا نطلقها تباعا، يعني هذه المشاريع الحزمه الاولى ما اطلقناها كلها دفعه واحده في بغداد بالضبط، لان هو بغداد مدينه مزدحمه جدا، فمو مال انه انت تجي تطلق هكذا، خصوصا انه انت تارك الموضوع هذا منذ يعني فترات طويله. اي يعني احنا مؤخرا احلنا ايضا يعني من ضمن هذه الحزمه عندنا مجسر الزعفرانيه اللي ربط منطقه الزعفرانيه بطريق دوره يوسفيه، هذا تم احالته سيبدا العمل به ان شاء الله. تطوير تقاطع الطرق تشالشيه يعني ان شاء الله قريبا، هو كملنا شهر لو اقل يعني اقل ان شاء الله زي. يعني تاسع خلينا نقول، وان شاء الله ورا الزياره ال 40 حتى كلامنا يعني ورا يعني معنون بعد الزياره ان شاء الله. وعندنا ايضا تطوير تقاطع قرطبه ايضا هذا من المشاريع اللي تم احاله. يبقى عندنا حاليا احنا ندرس او نحلل العطاءات الخاصه بتنفيذ مجسر ال البنك المركزي من جهه زها حديد. هذا ان شاء الله يعني احنا حاليا بدنا نشتغل به قيد اجراء التحليل، يعني كملنا وثائق من بنايه زها حديد البنك المركزي الى جانب الكرخ بالقادسيه مقتربات ساحه النسور. هذا ان شاء الله يعني ايضا سيعلن صار فوق يعني النهر بالضبط فوق النهر، وهذا يعني احنا هذا انجاز. اي هذا لان ما عندنا جسور حقيقه احنا بالضبط فهذا هو احد مشاريع الحزمه الاولى اللي بهذا الجسر. يبقى لنا مشروعين قيد اعداد وثائق العطاءات القياسيه اللي هو تقاطع الطلائع بالبيجيه، وعندنا مجسر المصافي اللي راح يربط جسر الطابقين بالجسر المعلق. اذا شايف اكو بي يعني نعم هذا راح يكمل، بالاضافه الى انشاء نفق في ساحه الحسنين بالكراده. ممتاز. نعم جيد جيد. هسه احنا نريد يعني نتابع الموضوع اول باول. نعم. سمعنا السيد رئيس الوزراء في واحدة من كلماته في اجتماع مجلس الوزراء كان يعني يشكل على موضوع مداخل بغداد. نعم. فقال بالنص كل عملنا بشفة ومداخل بغداد بشفة. صحيح. اليوم أنا أسأل هل سيتم إكمال مداخل بغداد؟ هل تم إكمال مداخل بغداد؟ ما هي النسبة اللي وصلنا بها بمداخل بغداد؟ احنا فيما يتعلق بوزارة الإعمار والإسكان احنا عندنا مدخلين رئيسية يعني من مداخل بغداد، اللي هو مدخل بغداد الكوت من جهة بسماية، ومدخل بغداد الشعب اللي الى ديالا ذني. احنا ان شاء الله وصلنا الى مراحل تقريبا 80% من عدن، يعني قبل نهاية هذا العام ان شاء الله تنجز وتكون جاهزة للاستخدام يعني بشكل مداخل بغداد الاثنين اللي خاصة بوزارتنا. احنا شوف هي صح حجم العمل وحجم المشاريع كبير جدا، لذلك فيعني تم تقسيمه ما بين كل من حسب يعني اختصاصه. يعني هناك مداخل تابعة الى امانة بغداد وهناك الى محافظة بغداد، فهو جهد مشترك ما بين الجميع. قلت لك نحتاج الى تضافر كل هذه الجهود. طيب. لانجاز هو يمكن اعقد او اكبر مشروع هو مشروع مدخل بغداد الموصل، يعني فيه اعمال كميه اعمال كبيره جدا حقيقه. ومثل ما تفضلت حضرتك هو توجيه دوله رئيس الوزراء انه الاهتمام بهذه المداخل والعمل يجري بها. احنا بدنا نحكي عن التداخل راح نسولف عنه بشكل موسع. نعم. لكن انا موصى بان اسال سؤال من الناس. السيد رئيس الوزراء وجه برفع سيطرة الرستمية، ايش وقت تشيلون سيطرة الرستمية؟ وهل هذا من مهامكم؟ لا مو من مهامكم. ما صراحة. عندك معلومة حتى وان لا هو اليوم وانا سمعت انه وجه دولة رئيس الوزراء بهذا الموضوع. طبعا هو شوف بالمناسبة احنا ذكرنا انه موضوع توسعة الشوارع الكل يعني معنيين بحقيقة.
يعني حتى هو يعني كعاصمة يعني هو لو تيجي عليها بالأساس هي من مسؤولية أمانة بغداد، لكن ذكرنا إحنا حجم المسؤولية الكبير يتطلب تضافر جميع الجهود، لذلك وزارتنا أخذت على عاتقها مشاريع فك الاختناقات المرورية، بالإضافة إلى أنه أمانة بغداد أيضا نلاحظ تقوم بتوسعة لأغلب الشوارع اللي موجودة في بغداد، قيادة عمليات بغداد أيضا شالت الكثير من الصبات اللي موجودة، فهذا قلت لك يحتاج إنه إحنا أعتقد لأن القرار واحد يعني القرار الهدف واحد يأتي الهدف واحد ولكن نعم. التوجيه يأتي من قبل شخص واحد نعم. يعني مو مجلس محافظة يقرر شيء ومحافظة تقرر شيء ووزارة إعمار تقرر شيء وأمانة بغداد تقرر شيء وقيادة عمليات تقرر شيء. إحنا كنا هذه قبل نعاني من هذا الموضوع حقيقة يعني حتى في موضوع تنفيذ المشاريع يعني قبل تعرف احنا البيروقراطيه اللي موجوده كتابنا وكتابكم وثانيا استاذ نبيل اسمح لي يعني هو مو بس البيروقراطيه قبل ما كان الاراده قبل ما كان اكو برنامج حكومي نعم. بس الناس عبالهم انا امدح بالسيد رئيس الوزراء كل الاحترام والحب لا هو اكو عمل هو على المستوى الدفاع الشخصي عن شخص معين لكن انا دا اشوف ما دا ينطلق مشروع الا بتوجيه من عنده نعم. هذا الشيء ايجابي ام انه يعني يكرس مثلا فد شيء من احتكار القرار؟ لا هو مركزية القرار أكيد هو شيء إيجابي وكل من يعرف مسؤولياته وواجباته ضمن المهام المكلف بها. طيب. أنا ذكرت لك يعني مثلاً أنت قبل من حتى ذكرنا موضوع إنه أكو شخص يريد ينفذ شيء يريد يسوي مشروع وأكو شخص يقول لك لا والله أنا ما علي هذا ما يصير يعني قبل من تجي تشوف مشروع تريد تسوي مسألة التعارضات اللي قلت راح نجي عليها إن شاء الله وهي يعني موجودة في كل المشاريع اللي إحنا دا نعمل بها حاليا والتي سنعمل بها مستقبلا لكن أنت من تجي تقعد مع المسؤول المختص بهذا بهذا الموضوع بصورة مباشرة وتفرض الخرائط مالتك وتقول له يا أبا أنا عندي هنا موضوع شارع أريد أسويه تعال يا أبو الموارد المائية تعال يا أبو الاتصالات تعال يا أبو الكهرباء تعال يا أبو السكك انطوني ايش عندكم هنا حتى أشتغل يعني أقصد أني المقصد من سؤالي بأنه بالسابق كانت القرارات آنية كيفية ماكو برنامج حكومي ترسمه حكومة حتى تيجي تقنع الناخب أنه أنا جاية لأن أنا راح أسوي لك فك اختناقات راح أسوي لك مشاريع إسكان أي وزير يجي ممكن كان يقرر بقرار معين عنده خطة لكن هي ممكن تتعارض مع باقي الجهات ذات العلاقة لذلك تم يعني هذه المواضيع اللي صارت هي يعني تمت بالتوافق ما بين كل هذه الأطراف والجلوس إلى طاولة واحدة لمناقشة هذه الإشكاليات وتم حل الكثير منها حقيقة يعني رغم أنه هي أكو بعد أقول لك تعارضات يعني أنه إحنا متوقعين أثناء العمل أنه يعني نعاني من هذا الموضوع لكن بما أنه الإرادة موجودة وذكرتها أنه نية تنفيذ هذه المشاريع يعني موجودة فبالتأكيد راح نتجاوز زي. هذه المواضيع إن شاء الله أستاذ نبيل أنت عراقي وأنا عراقي ونعرف أنه ماكو شركة تلزم لها مشروع إذا ما تكون عندها حماية سياسية وإحنا مسلمين بهذا الموضوع لكن أنا أسأل وزارة الإعمار والإسكان مشروع ضخم مثل جسر يمر فوق نهر دجلة هذا الجسر أريد يصير مثل المعلق مثل الجادرية مثل الصرافية مثل الشهداء أو هذا الجادرية اثنين احنا نسميه هذا الجسر اللي الجادرية اثنين زين أطلقنا شلون تم الجسر زها حديد شلون تقييم هذه الشركات الخاصة هذا مشروع ممكن لا سمح الله إذا أحيل إلى شركة لديها حماية سياسية ولكنها رديئة ممكن يسبب لنا كارثة إنسانية هذه المشاريع يعني السيد رئيس وزراء بالافتتاح اللي صار يعني وجه على انه هي لازم تحال الى الشركات بعيدا عن كل المحسوبيات حقيقه واحنا اختارينا مجموعه بس صعب هذا على ارض الواقع صعب يعني هو هسه احنا الشركات كلها محدده بسقوف زمني احنا ترى لاول مره بالمناسبه يعني احنا مو هذه المشاريع احنا بعدها هاي بالبدايه يعني الأولى. يعني صار عندنا سحب عمل تم إحالة يعني أخذ العمل من الشركة انطيناه إلى شركات أخرى يعني هذا ما كان موجود حقيقة بالسابق وهو هذه واقع حال يعني إحنا لا ننكر على قولتك التحزبات التدخلات السياسية قد تكون لكن هم نرجع ونقول ما طول أكو مركزية قرار بهذا الموضوع الشركات اللي اختارناها كلها تم اختيارها وفق تأهيل مسبق وهي شركات عراقية عربية أجنبية عندها إنجاز على الأرض عندها إنجاز بالضبط وعريقة بالضبط يعني مثلا الشركة الصينية اللي ماخذة تقاطع ساحة النسور يعني هذه واحدة من الشركات الرصينة واللي عندها أعمال مماثلة في الخليج وعندهم أيضا يعني إنشاء بنى تحتية إنشاء سكك إنشاء أنفاق يعني فهذه كلها إحنا اختاريناها حتى
تأدينا العمل اللي مطلوب وفق ما احنا رايدين. ولذلك قلت لك هي كلها بأول وتالي يعني هي محددة بسقوف زمنية ومحددة بإنجاز لازم يتم خلال هاي الفترة، وإلا قد تكون هناك يعني يعني سحب عمل، قد تكون يعني عقوبات على هذه الشركات. يعني أكو المهم أكو يعني متابعة، أكو جدية بهذا الموضوع إحنا حتى نتلافى الأخطاء طيب. السابقة قبل قلنا بالمقدمة وزارة العمارة تخطط وتنفذ، هسه وزارة العمارة تخطط تعطيها هيئة الاستثمار، هيئة الاستثمار تجيب شركة، هذا ما يربك عملكم؟ لأن مثلا عندنا واحدة من المبادرات عصبت لك كلها برأس وزارة الإعمار والإسكان، شلون راح تتجاوزون هاي الطريقة؟ لا هسه هم نرجع احنا، هي واحدة من الأمور قلت لك اللي كانت هي التعارضات اللي كانت موجودة. انت تقصد على موضوع المدن السكنية الجديدة، فهي لجنة تم تشكيلها برئاسة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وضمت ايضا رئيس هيئه الاستثمار، رئيس هيئه المستشارين، رئيس الدائره القانونيه في الامان العام مجلس الوزراء، المدير عام دائره تنميه الاقاليم التنميه الاقليميه في وزاره التخطيط، والجهات القطاعيه الاخرى اللي ممكن انه يكون لها تعارضات في هذه الاماكن. احنا ليش وزاره الاعمار اخذت باعتبارها هي المسؤوله عن 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 قطاع السكن؟ مجمعات الاستثماريه اللي تمنحها الهيئه الوطنيه للاستثمار هذه خلينا نقول عليها يعني مجمعات استثمارية تجارية، يعني يستفاد منها أصحاب رؤوس الأموال والطبقات الميسورة اللي موجودة، لكن هو أساس هدف البرنامج الحكومي في هذا الموضوع بالذات استهدف به الطبقات الفقيرة والطبقات المتوسطة، وعلى اعتبار أن وزارة الإعمار والإسكان عندها تجربة سابقة من خلال المجلس الوطني للإسكان بالنسبة للمجمعات اللي تبنيها وزارتنا، وهناك نسب مجتمعية توزع إلى هذه الفئات المستحقة، لذلك يعني تم تشكيلها واعطاها لوزارة الإعمار والإسكان. حقيقة هو يعني ذكرنا في بداية اللقاء أن ملفين مهمات جدا، يعني وزارة الإعمار والسكن والاختناقات، ووزارتنا قادرة طبعا يعني بكل طيب. بكل ما تملك من هسه واحد يقول هو وين مشاريع وزارة الإسكان بإسكان الحالات المتوسطة الموظفين والمتعففين؟ لا هي موجودة، لو راح نبقى على اللي ذكرتها هاي المشاريع التجارية، نعم. مجمعات سكنية الناس تباوع عليها تقول الله هم يجي يوم من الأيام عوف 40 متر واسكن بهاي الشقة توفر للدولة. لا هي شوف احنا صراحة موجودة يعني كمجمعات سكنية تبنيها وزارة الإعمار والإسكان ترى هي موجودة، لكن من بين بالمحافظات الجنوبية، يعني عندنا بالنجف، عندنا بالديوانية، عندنا في معكم في بغداد؟ لا في بغداد ما موجود، يعني بغداد ولا مخطط إلى بغداد. احنا هسه ننتجه الى مدن سكنيه، عندنا مدينتين في بغداد، احنا مدينه علي الوردي ومدينه الجواهري. الجواهري اعلنت ونحن بصدد يعني فتح العطاءات لاحالتها الى شركه احدى الشركات القطاع الخاص لغرض المضي بها. وين اماكنهم علي الوردي؟ علي الوردي في النهروان، ومدينه الجواهري جوهر. اللي هي في ابو غريب جي. نعم خارج مراكز المدن، يعني هو واحدة من التوجهات حتى تسحبون هذا الزخم بالضبط. اللي صاير على العاصمة والخدمات أيضا صار ضغط عليها، يعني بعد ما تتحمل حقيقة بغداد أنه يعني تبني وحدات سكنية بها، لذلك صار هذا التوجه ليس في بغداد أيضا لكن حتى في المحافظات. يعني إحنا هناك عندنا خمس مدن أيضا هي يعني بطور التحليل حاليا، في نينوى وفي كربلاء المقدسة وفي الأنبار وفي بابل، إن شاء الله يعني سيعلن عن البدء بها قريبا. طيب عندكم مشاريع بالمحافظات، نعم. شنو الأولويات اللي تعطوها؟ يعني ما هي مشاريعكم بالمحافظات وشنو الأولويات اللي خليت؟ يعني هي أهم يعني مشاريع السكن والطرق، يعني هي من أهم الأولويات. إحنا مثل ما تعرف وزارتنا يعني مسؤولة عن الطرق الخارجية، مشاريع الطرق يمكن تحتاج إلى تعبيد أكثر من ما هي توسعة، يعني إدامة الشوارع. أي نعم صحيح، لأن إحنا أيضا يعني واحدة من المشاكل اللي كانت هي ترك هذه الطرق وزيادة عدد السيارات اللي تستهلك هذا الطريق، فأكيد الطريق يحتاج إلى إدامة وإلى تخصيص مبالغ مالية لصيانة وإدامة هذه الطرق. وأنت ذكرت نقطة مهمة في بداية تقديمك للحلقة أنه أكو هناك أموال تجبى لهذا الموضوع، لكن للأسف تروح وارد لوزارة المالية. فهذا ايضا يحتاج الى يعني اعاده نظر انه لازم احنا نقدر من خلال خبرتك ومتابعتك وانت ابن هذا المسلك بجبايه المرور اقدر اعبي الطرق بغداد؟ ممكن هي يعني اموال تستحصل هائله
إيه يعني هواية يعني فعلًا هي وأنا ما أعرف إيش قد يعني هم يستقطعون. لا تحسب على كل سيارة 60,000. هو الاستقطاع من المرور من مديرية المرور، فما أعرف أنا إيش قد الرقم يعني بالضبط اللي يروح لل. لا أنا أقول لك كان أخذوا مني طرق وجسور 60,000. نعم. اتصاله ضربه في كم سياره، في كم سياره يعني الحمل تختلف أكيد عن النقل، اكيد راح توفر بالمناسبه عن الخصوص يعني. وهذا الشيء معمول بالخارج يعني حتى يعني استعمال الطرق الخارجيه يعني اللي يسلكها يعني يدفع. هذا بعد ما بعد يعني سار المفعول بانه تروح وارد لوزاره الماليه، لان انا اول ما استلم السيد السوداني حكومته نعم. امر بانه تتحول اموال الطرق والجسور نعم. الى دائره الطرق والجسور نعم. هذا تم لا هي جزء منها للطرق والجسور، جزء منها للامانه، جزء اقصد يعني ما تروح لوزاره الماليه كوارد. اي يعني هو في كل الاحوال ترجع لنا على تنميه الاقاليم بالموازنه للمحافظات أي. نعم اي المفروض هي انا قلت لك هو في كل الاحوال احنا إذا رجعنا شوية للخلف يعني على مشاريع فك الاختناقات المرورية، ترى هذه احنا نعمل بها منذ أكثر من 4 أو 5 أشهر يعني حتى قبل إقرار الموازنة كان هناك تعهد من الحكومة بتوفير المبالغ لهذه المشاريع، يعني قلت لك حتى قبل إقرار الموازنة، لذلك احنا مضينا بها ومشينا وبدينا العمل الفعلي بها. فأكو دعم يعني في هذا المجال من الحكومة في أكو مكان كبير كلش ببغداد اللي هو مشروع تطوير مدينة الصدر. نعم. أين بلغتم بهذا المشروع وهل فعلا حدث تلكؤ بهذا المشروع؟ هذا هو طبعا على أمانة بغداد، خلينا على وزارة، لا مو على وزارتنا، على أمانة بغداد يعني يمكن هم أعرف بهذا الموضوع. يعني هم نرجع ونقول هي لحجم التحديات الكبير هو يتطلب تضافر كل الجهود يعني كل من حسب ما يكلف به من أعمال، فهو بعد ما بلش حتى يصير به تلكؤات. شنو التلكؤات اللي صارت يعني يمكن تعارضات احنا يعني أحكي لك عن وزارتنا يعني فيما يتعلق بالأراضي اللي هيئناها لهذه المدن السكنية الخمسة، يعني كان هناك مشكلة أساسية، مشكلة مسألة المشيدات، مسألة الاستملاكات اللي موجودة. لذلك أيضا وجه رئيس الوزراء وزارة المالية وزارة الزراعة بموجب قانون العراسات الأميري لسنة 1960 أنه تمليكها للدوائر البلدية وتحديد حدودها وتثبيت حدودها العقارية، ولذلك هي أعلنت يعني هي لو ما حلينا هاي الإشكاليات أيضا يعني نقول منتج الشركة إذا تريد تبلش تشوفك وتعارضات وهاي أيضا راح يصير تلكؤ بالتأكيد، لكن أكو خطوات لازم إحنا نخطيها قبل هذا الموضوع، وهذا ما نحاول إحنا نسويه يعني حتى للي يجي بعدنا إنه يعني إحنا خلي نأسس صح لهذا الموضوع، لأن يعني أنت من تريد تسوي لك مشروع أو تسوي لك فد منجز معين أنت لازم مو تنتهي الحكومة هذه يتوقف تجي حكومة أخرى بدليل عندي مشاريع متلكئة يمكن 1,000 مشروع بجميع المحافظات. واي مشاريع احنا حقيقة حتى ما يتعلق هذا شنو مصيرها؟ لا احنا بلشنا احنا بالنسبة لنا اي مشروع متلكئ عندنا مشاريع تم استئناف العمل به؟ عندنا وكملناهن، عندنا 23 مشروع تم انشاءه وكملناها من ضمن المشاريع البرنامج في اي محافظات يعني الدورة يوسفية مثلا على سبيل المثال اللي هو من 2014 هو هذا متلكئ يعني كان، وطريق بغداد ابو غريب اللي عندنا ايضا طرق في كان متلكئ اي نعم هو هواي اكو قلت لك هي المشاريع المتلكئه. زين خلينا نتحدث على متسترسل، انا اسالك مشاريع تطوير الخطوط والطرق السريعه اي نعم حدثني عنها، يعني عن مثلا عندنا طرق سريعه كثيره مثلا حمد القاسم اي نعم التفريعات مالته وشو لا وحتى الطرق السريعه اللي هي ما بين المحافظات اللي هو من صميم واجباتنا الاساسيه والرئيسيه بهذا الموضوع بدركوت عليكم على طريق الموت اللي يصيحوا اي نعم يعني هذا انجز نسبه كبيره من عنده هو يعني ما تحضرني قد نسبه الانجاز الحقيقيه اللي تقريبا يعني فوق ال 80 اقل لا شوي اقل تقريبا بال 70 60 هيك اي عندك طريق بغداد كركوك ايضا من الطرق اللي ايضا كان هو هم يسمى طرق الموت نعم هذا وصلنا به الى نسب انجاز طريق اللي هو 3 أجزاء طبعا يعني جزء في بغداد وجزء في ديالى وجزء في كركوك اي نعم ايضا هذا وصلنا الى مراحل متقدمه به. عندك طريق هذه مرت الامور بهذا الطريق بطريق بغداد كركوك اللي يمر ببغداد وديالى وكركوك نعم مضى بانسيابيه لو هم حصلت تعارضات ما بين محافظ ديالى لا 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 لا, لا ماكو اي تعارضات بالعكس هو ماشي يعني لحد الان هو ماشي بي يعني حتى هسه اللي يمر من ذاك الطريق اكو يشوف اكو تغيير كبير في هذا الموضوع. ايضا طريق بغداد الكوت يعني هذا ايضا
تعمل به إحدى شركاتنا شركة حمورابي. قبل أيام أيضا افتتحنا جسر في الموصل وطريق آخر. يعني هو عدة مشاريع حقيقة، يعني إحنا من ضمنها 35 مشروع مال برنامج الحكومي، إحنا أنجزنا 23 مشروع من عدها. جيد. نعم. إنجاز. كملنا إنجاز كامل يعني. طيب. تم تسليم. نعرج على يعني طريق بغداد كربلاء الجديد اللي 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 يعني هذا خب يعني وقت قياسي حقيقة أنجز يعني يعني قبل يعني إن شاء الله قبل زيارة الأربعينية هو كامل يعني هو تقريبا كملناه هسه إحنا حاليا. هذا راح يختصر لك المسافة من بغداد إلى كربلاء إلى 67 كيلومتر. طبعاً. اي نعم هي 100 اي نعم هذا على القديم اي نعم هسه هذا يختصر لك المسافه الى 67 كيلومتر، وهو ايضا جهد ما بين وزاره الاعمار والاسكان ما بين محافظه بابل ومحافظه كربلاء. هي لجنه شكلت برئاسه وزاره الداخليه والعمل تقريبا يعني نشوف بعض المحافظين في محافظات معينه مثلا كربلاء ده تحسوا انه تعاملهم مع ملف تطوير المدن والشوارع والطرق افضل من السابق من المحافظين السابقين سواء بابل نعم. كربلاء اللي كربلاء الان اول ما تفوت تقول مثلا سيد نصيف الخطابي تحياتنا له غير من شكل العاصمه نعم. عندهم جزء من هذا الطريق ايضا بطول 9 كيلومتر ايضا يعني على وشك انه يكمل. تشوف انه هذا ادى الى سرعه بالانجاز، يعني اليوم انت من لو لاقي مثلا سيد مثنى التميمي محافظ ديالى لو لاقي منه معارضه لوزاره الاعمار والاسكان كان طول لا هو قلت لك شوف هي يعني بالعكس احنا الساده المحافظين فيما يتعلق بمشاريع الطرق أو انا اقصد ما بين الوقت الحالي والسابق المسؤولين المسؤول السابق والمسؤول الحالي هي بعد صارت مسؤوليتهم يعني من نقل الصلاحيات بعد خلاص يعني احنا قبل يعني هيكليه الدوله اللي احنا متعودين عليها منذ ان انشئت الدوله العراقيه احنا مركزيه يعني الوزارات المركزيه هي اللي مسؤوله عن تلكؤات صارت نعم بالبدايه هسه حاليا افضل يعني تدري انت من يعني متعود على فد سيستم عمل معين وتيجي تنطيه كل الصلاحيات تقول له روح انت بعد هاي صارت الطرق عليك السكن عليك الصحه عليك التربيه عليك المعروف شنو عليك فاكيد اكو يصير بيها تلكؤ هذا الموضوع لكن يعني مرينا بفتره زمنيه طويله حاليا عندهم صلاحياتهم واسعه فاكيد يعني هي فرصه لهم انهم يستثمرون الصلاحيات اللي موجوده لغرض تطوير المحافظات وبالفعل ده نشهد يعني مثل ما ذكرت محافظه كربلاء المقدسه هناك جهد وعمل يعني واضح في هذه المدينه. ارجع الى بغداد وارجع الى مشاريع الاسكان وارجع الى المجمعات السكنيه. وزاره الاسكان والاعمار في بغداد يعني هل بغداد قسمت بان تكون المشاريع استثماريه بحته مثل مشروع بوابه العراق ومشروع المشاريع مشروع المحبه ومشروع يعني هاي الاسماء سمو اليمامه وغيرها، هل وزاره الاعمار لديها حصه في بغداد لانشاء مشروع سكني في منطقه حيويه في بغداد لو هذا؟ لا هذه مجمعات استثماريه هي قلت لك من واجباتها الهيئه الوطنيه للاستثمار وهي التي تمنح الاجازات واضح لكن ما اعطيت حصه لوزاره الاسكان بان تبني مجمع مثلا في الغزاليه، تبني مجمع مثلا قرب البياع، يعني هاي الاماكن التجاريه لو وزاره الاسكان والاعمار مختاره ان تبعد احنا مو هاي اي هو بالضبط هسه جايك احنا هاي مو احنا فكرتنا قلت لك هسه احنا التوجه خارج مراكز المدن وليس الاستثمار في داخل المدن. ايضا يعني عندنا يعني حقيقه بالفترات السابقه احنا هناك مجمعين يعني مجمع العامريه ومجمع التاجيات اللي كانت على وزاره الاعمار والاسكان شهدت تلكؤات من 2012 لحد الان، يعني مشروع التاجيات حاليا تم حل الاشكاليه ولا زال مشروع العامريه يعني هو واحد من المشاريع اللي ما حلت حقيقه لحد الان. هذا هو يعني وزارتنا هي اللي المفروض كانت تبنيه كوحدات سكنيه وتوزع الى موظفين الوزاره وموظفين الوزارات هو هذا الارض يعني تبيعها باسعار مدعومه مدعومه نعم مثل ما صار بسماي لو اقل يعني مثل ما صار بسماي بالضبط تقريبا يعني على على نخلص من السكة عراقي واماني وامانيك متجه لهدف واحد شو كنت نخلص من هالخمسينات والاربعينات يقعد المواطن العراقي بحياه بمكان كريم بخدمات بمجمع هسه صدقني حتى اللي ما يقبل يقعد بشقه ما يقبل يقعد ب 40 متر بتجاوز اي يقبل ايش قد اعطي خمس سنين لا والله هو هسه حتى اللي هاي قاموا يقعدون بشقق مع العلم انه ثقافه البناء العمودي ما كانت دارجه بالبلد بس لكن خدمات مو بس هاي يعني اذا جبناها على المجمعات الاستثماريه للطبقات المتوسطه نازل تنهزم من الكهرباء يعني دي يروحون يقعدون
هذا هو يعني هاي المشكله حقيقه، هي مشكله قديمه يعني، لكن قلت لك لم يواكبها بناء مجمعات سكنيه من هسه على هالبرنامج 5 سنين و10. اي لا هي مدن، المدن يعني اقل شيء في 4 أو 5 سنين. خمس سنين نعم يلا ممكن القى شيء، المس شيء ملموس أكيد بحل ازمه السكن اكيد، لان انت حتى من تزيد عدد لان هذني الوحدات السكنيه هاي اللي نحكي احنا على عشرات الآلاف من الوحدات السكنية يعني. صح. إحنا ذني الخمس مدن تقريبا بالمئتين أو 220,000 وحدة سكنية راح توفر، راح تعقبها طبعا هنا 15 مدينة وليس هذه الخمس مدن فقط. ما شاء الله. فلازم نستمر على هذا الموضوع لمدة 10 أو 15 سنة حتى نقدر نواكب الفجوة الكبيرة اللي حدثت في الماضي، لأن إحنا إذا استمرينا على بناء مجمعات سواء استثمارية أو حكومية فهي ما راح تغطي 10% ويجوز تقل هاي النسبة في ظل الزيادة المتراكمة للسكان اللي دا تصير في البلد. يعني الأمور تبشر بخير والله إن شاء الله. طيب. إحنا نشوف عمل يعني حقيقي. هسه أنا عندي ثلاث مشاريع راح أحكي عنها. اتفضل. 1 2 3. أولا اللي يقول لك اللي دا يصير بقناة الجيش، شنو اللي دا تسوي وزارة الإعمار بقناة الجيش؟ لحد الآن نرى فقط تحويلات جعلت الطريق أشبه بثعبان ملتوي. قصدك المجسرين اللي مجسر هو من تحويلات، بس تصير تحويلات قناة هذا واحد يعني هي هاي هم وضح يعني، بس هذا سؤال الناس لازم تقولوا لنا شكرا، لأن حتى شنو أنت بدك توفر طرق بديلة لحتى ما يصير هناك يعني اختناقات في حال أنه أنت راح تبلش بإنشاء المجسرات اللي موجودة هي من الداخل باتجاه شارع فلسطين ومن جميلة باتجاه شارع الجهاد في باب المعظم. نعم. فقلت لك احنا فرضنا على الشركات انه تعالوا يا بنتوا قبل لا تبلين، هذا يعني طريق سريع في مال انه تقطع نهائيا. لذلك يعني هم سووا شوارع بديله لغرض الشروع بانجاز المجسرين اللي موجودات في. طيب. على هذه الطريق اليوسفيه هناك من يشكل بانه لا توجد فيه استداره، شلون طريق بهالطول هذا ما توجد بيه طريق دوري؟ هذه فاتت المهندس؟ لا شوف، احنا بس بدنا نفتتح بسرعه حتى يحسب انجاز ايش المستس. احنا عندنا يعني عندنا واحده من المشاريع ايضا فك الاختناقات، ذكرت لك اياها قبل قليل، انه عندنا ربط منطقه الزعفراني بطريق دوره يوسفيه، انشاء تقاطع على مجسر دوره يوسفيه ايضا واحد من هذه. هذا الطريق قلت لك هو متلكئ من 2014 حقيقه، يعني احنا من اجينا وافتتحنا هذا الطريق يعني اكيد هو ادى خدمه، يعني هنا اكو تحويله يمكن اتصور هي موجوده على هذا الطريق، يعني قد تكون على مسافه، يعني الاعتراض يكون انه هي مسافتها تكون بعيده، ما عندي يعني تفصيله دقيقه حقيقه عن هذا الموضوع، لكن اللي اعرفه انه هو احد المشاريع اللي كانت متلكئه وتم انجازها وفتحها امام المواطنين، واكيد يعني سبب تخفيف كبير على المدخل بغداد الجنوبي بالنسبه للسيارات اللي ما راح تصير باستداره ولو بس تقاطع. لا طيب هي ليش ماكو استداره؟ يعني تقصد يعني كان الفكره بانه لدواعي امنيه مروريه انه خاف يصير حادث تجي السيارات من بعيد، هناك كمان بدنا نشوف انه طريق كربلاء بغداد باستداره، طريق نجف، طريق كركوك، طريق كل المحافظات، هذا دوره يوسفيه ما بيه، ليه كمل الطريق كله؟ للأخير ما عندي اطلاع حقيقة، ما متأكد يعني من المعلومة للأخير بشوية. لا بس هو أكو بيه بعد، يعني هو أكو بيه أعمال بعد، يعني هو ما منتهي، يعني أكو بيه جزء آخر بالنسبة طيب لهذا الطريق. أكو طرق غلقت بسبب مشاريع، مثلا طريق البلديات مشتل، هذا عليكم؟ لا على أمانة بغداد. والفضيلية؟ الطرق اللي بالداخل كلها هي على أمانة بغداد. هي على أمانة بغداد، إذن ما راح يقدر يجاوبنا. زين، مشروع داري، الله، والرسائل اللي وصلت للمواطنين وروحوا واستلموا، وإذا من ذوي الشهداء راح تاخذ منطقة أحسن وكذا. المشكلة عصبت كلها برئيس وزارة الإعمار والإسكان، لكن المبادرة كانت من قبل رئيس الحكومة والحكومة ذيك يعني. نعم. وين صارت مبادرة داري؟ 1، هل هو مشروع وهمي بحت أم أنه حلم لم يتحقق؟ هو خلينا نقول عليه هو مشروع لم تتخذ به الإجراءات الإدارية الصحيحة للتوزيع، فلذلك هو يعني فشل، يعني نعتبره مشروع فاشل، يعني مشروع داري. ذكرناها احنا بداية الحلقة انه انت من تريد تجي تنشئ مدينة او توزع اراضي سكنية الى المواطنين، بالدرجة الاساس لازم تكون هذه الاراضي مفروزة قبل ما هي مفروزة بالضبط، مفروزة ومستملكة للجهة المعنية، لكن من كانوا يروحون المواطنين الى البلدية المعنية مجرد عنده رقم ما يعرف وين، يعني هي المفروض ما مفروزة بالضبط. فهذا هو الخطأ اللي كان موجود. شنو تفسيرك للموضوع؟ قلت لك يعني
عدم صحة الإجراءات الإدارية وجزء يعني الناس مشروع اللي وهمي. مقربين من يعني أوهموا للسيد رئيس وزراء السابق إنه راح نسوي كذا كذا، لكن ما صار يعني ما تحقق فعلا. هو يعني كان مجرد يجيك رقم وتروح على المكان اللي يقول لك انتظر، يعني ماكو، هو أصلا ماكو يعني على واقع، على أرض الواقع ما موجود يعني فعليا. على الفيسبوك إيه موجود فعليا، لكن كواقع حال ما موجود بس يعني. كانت لعبة يعني من الناحية الإعلامية متقنة، مشروع داري وتجي رسائل للمواطنين حتى من ناحية يعني البرنامج الإلكتروني اللي موجود يعني ودوائر وتستقبل وكذا، كل هذا وهم. إيه ما قلت لك يعني ما ممكن اليوم أنا أروح أقول والله أنا عندي بيت وأنا أصلا جاي لمنطقة يا صحراء، وين البيت؟ ماكو ولا أصلا أحد قايل لي أنه من هذا المتر لهذا المتر أو من هاي النقطة لهاي النقطة. إيه أنت إلك هالقد هذا بيتك. هي تسلسل إجراءات المفروض تتخذ بهذه المواضيع، لذلك بديهيات أستاذ نبيل طبعا مفروض بديهيات. يعني إيه مفروض يعني هي إحنا ترى ما أنا حتى وزارة تقول عصبت برأس وزارة الإعمار، إحنا شنو والله قالوا على وزارة الإعمار يعني هي صوتهم أخططوا وكذا، هم ذبوهم برأسهم. ليش هسه إحنا بهاي المدن من السكنية من فشل بهذه المبادرة ومن خدع العراقيين عصب الموضوع برايي؟ لا، باعتبار انه البلديات تابعه لوزاره الاعمار، تعالوا يا بنطوهم وزعوا لهم، انت عندك فلان بلديه انطي زين شنو انطي، هي الارقاع مو ماتي اني شنطي يعني القاع بها تعارضات، الارض للماليه او للزراعه او هناك مشيدات او هناك استملاكات لمواطنين، فاني هاي كلها محلها شنطي اني ايش اقدر انطي. لذلك نرجع هذا موضوع المدن الجديده، احنا اسسنا له صح قبل لا نشرع بإعلانها كفرص استثمارية للمطورين والمستثمرين. من كملنا هاي الإجراءات هسه ممكن أنه أنت تعلنها، وممكن أنه أي شخص يجي بعدك راح يلقي أنه هاي الأراضي يعني أكو إجراءات. إحنا على مدى شهور قعدنا ويا المحافظين، قعدنا ويا الوزارات المعنية، وقعدنا ويا هيئة الاستثمار، يلا قدرنا نحيل 5 من هذه المدن يعني، وإن شاء الله نحيل الباقيات. المشروع الأخير اللي أنا أدري هو مو عليكم، على محافظة بغداد، بس هسه انت هم قلت لكم داخل غرفة العمليات، وأيضا كعراقي مشروع قطار بغداد المعلق اللي نسمع به من 2005 وزارة النقل، وزارة ها حتى محافظة بغداد، أنا قارئ تصريح لمحافظ بغداد هذه السنة قبل لا تقر الموازنة بشهرين، قال بس تقر الموازنة خلاص يدخل حيز التنفيذ. والموازنة وقررت صار لها شهرين، هذا هي الموازنة أصلا ما دخلت حيز التنفيذ، إنه المشروع يدخل حيز التنفيذ. قطار المعلق والأكو المترو أيضا أي هذه مثل مبادرة داري لا هي موجودة هذه يعني، هذه يعني أكو هناك نية لإكمال التصاميم، بس ماكو أصلا من يبدي من ينتهي، مجرد شوف كل يعني كل التصاميم حتى لو موجودة التصاميم، فكل التصاميم هي يحتاج لها تحديث، لأن البيئة الطبوغرافية لبغداد يعني تغيرت. احنا فيما يتعلق مثلا بالطريق الحلق الرابع اللي موجود هذا خب من 1982 سكوت ويلسون سواه ذاك الوقت، انه يسوي طريق حلقي داير مداير بغداد حتى يخف من الازدحامات اللي موجوده في ذلك الوقت. لا هسه شنو نقول، من جينا نشوف التصاميم وطبعا بدنا نشتغل بها احنا هسه حاليا، احنا خلينا ايضا بضمن التصاميم اللي موجوده ضمن الجزر الوسطيه خلينا مسار للنقل العام، سواء يكون باصات او يكون قطار معلق او يكون مترو اي شيء اخر، فخلينا هذا بنظر الاعتبار، واللي هي من المؤمل ان شاء الله ان نكمل احنا تصاميمه، والحكومه ايضا ناويه انه بال2024 يعني يبلشون بهذا موضوع الطريق الحرقي الرابع اللي حول بغداد. فهذه المشاريع الاخرى هي قلت لك هي واحده تكمل الاخرى. شعره هو مشروع ترف القطار المعلق؟ لا مو مشروع ترف، ليش؟ بالعكس يعني يخفف لك كثير من أزمة النقل اللي موجودة يعني، سوى هو خلي يكون يعني هو تسأل يقول لك يعني وين قطار بغداد معلق؟ معود وين انت شنو حلمان بعد خلينا نعيش عيشة. احنا هواي سامعين بصحيح قلت لك، لكن هواي مشاريع ايضا كنا سامعين بها بالسابق. هناك اكو يعني جدية من هذه الحكومة، يمكن حجم التركة يجوز ثقيل، لذلك هناك أولويات بهذا الموضوع، حتى موضوع هذا فك الاختناقات المرورية يعني هي أيضا لازم تتبع خطوات أخرى، يعني هو منها الطريق الحلقي، منها النقل العام طبعا، منها تسقيط السيارات، يعني لأن أنت حتى إذا سويت شيء مرتبط شيء بالضبط. سويت ورا سنة سنتين هم جت دخلت سيارات راح تزيد، هم تقول لك العجابة وين، تعال وين مشاريعكم أنتوا اللي سويتوا مال فك اختناقات وصرفتوا عليها كذا أموال، فموضوع تكاملي ما بين كل الأطراف. بالنهاية أكو أمنية أخيرة تحدثت عن شيء مهم جدا يصير بالعراق اللي هي المدن. نعم. المدن السكنية تحتاج إلى، وأنا طيتني سقف زمني تقريبا 4 سنين 5 سنوات، هذه الحكومة باقي لها 3 سنوات. نعم.
واحنا عندنا ذكريات مو لطيفه بالمشاريع المتلكئه اللي قلنا توصل للالف. اي نعم. هل ممكن ان يتوقف العمل كاستقراء يتوقف العمل بهذه المدن وبالتالي ممكن؟ لا انا قلت لك احنا اسسنا صح لهذا الموضوع يعني هذه موضوع المدن السكنيه. احنا هيئنا الاراضي فرزناها استملكناها تعاوننا ويا المحافظات ويا الوزارات المعنيه الزراعه الماليه الباقي الوزارات الاخرى. لذلك يعني انه ممكن انه اي واحد يجي بعد هذه الحكومه انه يكمل ما بدا به السيد السوداني ويكمل يعني انشاء هذا وليس هذه فحسب. قلت لك هو الموضوع لازم انت تستمر بانشاء مدن يعني فد 25 20 مدينه يلا تسد حاجه الثلاث ملايين وحده سكنيه اللي مطلوبه بالبلد. المتحدث باسم وزاره الاعمار والاسكان والبلديات استاذ نبيل الصفار، شكرا جزيلا لجنابك وتلبيتك الدعوه. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا، تحياتي وتحيات المعد حسين سعدون وتحيات كل فريق العمل، الى اللقاء. لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها، مو كل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولا كل من يعد يعد ينجز ويحقق آمال. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة، حط الساعة فوق الساعة صف الصف وما نتباع، يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد، بس حط ايدك انت بدي كلمة ونص ما نحكي الواحد.